تشرفنا اليوم بإلقاء محاضرة رمضانية بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: أطيب عند الله من ريح المسك، أو اللون لون الدم والريح رائحة المسك، أيهما أفضل عند الله؟ في هذا المسجد المبارك في جامع محمد الأمين صلى الله تعالى عليه وسلم، نسأل الله القبول والإخلاص والسداد. اليوم في جو رمضاني مفعم بالإيمان تشرف جامع محمد الأمين صلى الله عليه وسلم في حي الزهور باستضافة فضيلة شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور فهمي أحمد عبد الرحمن القزاز، النائب الإداري لشيخ الحديث في العراق، أستاذ الحديث وعلومي في كلية الإمام الأعظم الجامعة، بمحاضرة طيبة قيمة كما عودنا على لفتاته ولطائفه وفوائده الجميلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يمن علينا بالأمن والإيمان والأمان. نهنئ العالم الإسلامي والعراق خاصة بهذه الأيام الكريمة الشريفة المباركة، نسأل الله أن يتم نعمته على عباده جميعاً.